انا جيت. شكون اول حارس منتخب المغربي؟ لا ما تفكر دابا غير شكون. اش من بونو ولا من نوبو ولا سي فرومي لاغيت لاغيت ياسين بونو لاغيت ياسين بونو لو جارديان ماروكان كي اريت سو بول ولا ماما يا ماما شو بالو ياسين بونو مانشيني وبونو مانشيني يوي كررها مانشيني كررها وضيعها وضربت في ياسين بونو بل ياسين بونو ارتوى وارتمى في الزاوية اللائقة واللازمة وسدد هذه الركلة. يا جوزي في ماذا تفكر؟ إيبانياس بيمنى كل بيسرى كيف فضل اليمنى إيبانياس يوي الركلة الثانية تضيع لعناصر روما من المدافعين جان لوكا مانشيني وكذلك إيبانياس ارتمى في نفس الاتجاه ياسين بونو. قلت لكم يخوف المرمى ياسين بونو في ركلات الترجيح المسه تصدي ضربتي جزاء باش ذكرك واش نقول لك ما نتذكر غير أجواء كاس العالم صراحة. والله وليدي كوكتي عدي تعالى ما عكرت لك بهادي Gracias, la verdad.